السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جديدة ميديا غاية كما تلاحظوا القوة العمومية تتم منع الوقفة الاحتجاجية كما تلاحظوا تبعي جريدة ميديا غاية يبقوا معنا في البث المباشر. شوف تيجري على السكان ديالو عشان مالك شوف الشعب اش كيجري عليه عشان مالك على حقه تيجري عليه عشان مالك شوف الشعب اش كيجري عليه كما تلاحظوا متابعي جريدة ميديا لايف مباشرة أمام ولاية الرباط كما تلاحظوا تدخل القوة العمومية لمنع جريدة ميديا لايف كما تلاحظوا القوة العمومية تمنع الوقفة الاحتجاجية أمام ولاية الرباط أو معنا متابعي جريدة ميديا لايف كل شيء بارتاجي هذا اللايف كما تلاحظوا التدخل ديال القوة العمومية لمنع الوقفة الاحتجاجية بولاية الرباط كما تلاحظوا متابعي متابعي جريدة ميديا لايف كل شيء بارتاجي هذا اللايف كما تلاحظوا القوة العمومية داخل ولاية الرباط لمنع الوقفة الاحتجاجية كما تلاحظوا متابعي جريدة ميديا لايف أو معنا كل شيء بارتاجي كل شيء بارتاجي هذا اللايف كل شيء بارتاجي هذا اللايف كما تلاحظوا تدخل السيد كما تلاحظوا متابعي جريدة ميديا لايف بقاو معنا كلشي بارطاجي هذا البث المباشر كما تلاحظوا منع وقفة الاحتجاجية اللي كانت غتكون أمام ولاية الرباط كما تلاحظوا القوة العمومية التدخل العاجل ل اللي...
كانوا غادي المحتجين امام البرلمان، عاوتاني تم المنع امام ولايه الرباط وتم المنع امام البرلمان. كما تلاحظوا هو العموميه تمنع الوقفه الاحتجاجيه بمدينه الرباط. بقوا معنا متبعي جريده ميديا لايف. كما تلاحظوا ما عندوش حق باش يدفعوا. اشوف هز الميكرو، الميكرو اسامه هز الميكرو. هذا ما كاين ناس كبيرة تزعلوا. كما تلاحظوا امام برنامج مدينه الرباط، كما تلاحظوا القوة العمومية تمنع الوقفة الاحتجاجية اللي كانت تكون امام الولاية، ودابا عاوتاني المحتجين جايين امام البرنامج تم المنع ديالهم. بقاو معنا متبعي جريدة ميديا لايف. هادو ساكنة دوار بالعربي جماعة المنزه. كما تلاحظوا متبعي جريدة ميديا لايف يبقاو معنا في هذا البث المباشر. القوة الشعب هادو جراو على الشعب وحضروه. انتم اش من جماعة؟ جماعة المنزه. جماعة المنزه. المشكلة عندكم اللي كانت هذه الوقفة الاحتجاجية شنو هو السبب؟ السبب هو أن ريبوا لنا بدون شرع وما تجاوبوش معنا وما كاين حتى شي جواب، ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي نظرة على هذا الشيء هذا. حتى كلمة ما قالوها لنا ما والو. سير تكري الناس ما عندهاش تذكري، ما عندهاش الناس دول ما عندها باش تكري، ما عندها باش تشرب، ما عندها باش تاكل. يجريو علينا وما تيجريو علينا لحد الآن. ماشي أبوات، 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 ماشي أبوات،
باش هاد الناس غيبوا لينا وخلاو عطاونا لا ورقة لا جوج لا تبقاش نجي نسكنوا لا حتى حاجة على 15 يوم ولا مليوح أنا ولادي ما بقاش نسكن لا بقاش نسكن كنخلص الموطا ما عنديش باش نخلص الفلوس هاد الشهر وصل عليا ما عنديش نخلصو أنا غادي من هاد الفلوس أنا كنت مع الفلوس هاد الشهر عاش الملك شد حالنا على مسجدنا حنا مع شرطين وضايعين بولادنا ما تلاحظوا متبعي جريدة ميديا لايف هادو ساكنة من دوار بالعربي جماعة المنزه كانت غدير واحد الوقفة احتجاجية أمام الولاية وتم من طرف القوة العمومية أو معنا متبعي جريدة ميديا لايف سنقل لكم بالصوت الصورة أمام شارع مدينة الرباط من مدينة الرباط اللي كانت بعد قليل وقفة احتجاجية أمام ولاية الرباط وتم المنع هذه الوقفة الاحتجاجية أو معنا متابعي جريدة ميديا لايف ها؟
كما تلاحظوا متبعي جريدة ميديا لايف مباشرة من أمام، كانت واحد الوقفة احتجاجية اللي غادي كانت غادي دير أمام الولاية. تناخذوا مجموعة ديال التصريحات، كاينين بعض العناصر ديال الأمن الوطني تيدخلوا هاد الناس. تناخذوا مجموعة ديال التصريحات، واحد التدخل ديال واحد رجل ديال الأمن الوطني بواحد الألفاظ لا يمثل الناس ديال الامن الوطني. كاينين الناس ديال الامن الوطني مشكورين، كاينين الناس ديال القوات المساعده مشكورين، المعامله ديال المعامله زوينه، وكاينين شي وحدين اللي بعد الله يهديهم وصافي. اريا نهضر اريا شي مشكل. اجي 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 خرج من الطريق، اجي خويا اجي اجي صور خويا عاود لينا شنو اللي وقع لكم. بلاتي 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 استقروا مزيان. بلاتي بلاتي لا لا وقف هنا وقف، الملك العام هذا من حق نصور معك اخويا. طاش واحد ديال الامن قال واحد الكلام ساقط. كلم اخويا اش وقع. السلام عليكم ورحمه الله. حنا ساكنه ديال المنزه عين حلوف، حنا عندنا ديور ما عندناش برارك. حنايا جينا ناخذوا، جينا نديروا وقفه احتجاجي. اسمع حنايا جينا ناخذوا الكلام ديالكم. حتى حنايا تم المنع ديالنا من عناصر ديال الامن الوطني انت على المباشر. تفضل اخويا. حنا ساكنه ديال عين حلوف قياده المنزه، حنا هاد الناس ريبوا لينا، مشينا للعماله ثلاثه المرات باش يكون شي استجابه، ما استجبوش لينا، قالوا لنا ريبوا لينا. حنا خرجنا كساكنه يعني مضامنين مع الشعب ديالنا ومع ومع الملك ديالنا ومع كذا باش باش يكون اصلاح عام. يعني عطيناهم ارضنا واولادنا وعطيناهم السكان ديورنا ريبوهم بكامل البروده باردين، يعني ما درنا فوضى، ما درنا ما ضربنا، ما درنا حتى شي حاجه. رغم ذلك خذوا سميتو من بعد لاحونا كلونا عظم ولاحونا عظم، كلونا لحم ولاحونا عظم. اش من بلاصه؟ حنا قياده المنزه، قياده المنزه عملت صخيره التماره. وقفنا ثلاثه الوقفات في العام محمد السادس، شارع محمد السادس، وقفنا ثلاثه الوقفات قدام العامل ما استجب لينا حتى واحد. القائد ديال المنطقه ديالكم ما ما كاين حتى شي، ما قال لنا حتى شي حاجه. سير سير سير, سير وصافي. الناس كارين ما عندهاش ما تاكل ما تشرب، ما عندهاش ما تاكل ما تشرب، ناس ما عندهاش ما تاكل ما تشرب، وثلاث شهور والناس دابا كاين اللي ساكن في الغابه، كاين اللي ساكن في سميتو، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم دابا جينا نديو سميتو راهما تيضربوا فينا وتيكرفصونا القوه ديالنا وبلادنا. واش حنا مواطنين؟ واش حنا مغاربه؟ راه هذا هو اللي تيجف لك ما تكونش عندك وطنيه. كيفاش انا نكون مواطن صالح وانا تنتهان في بلادي واخدين لي؟ دابا بغينا ناخذوا معاكم غير تصريحات، كاينين شي رجال ديال الامن ما خلاوناش نوصلوا الصوت ديالكم. هنا 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 المسؤولين، يعني المسؤولين واش عندنا حنا مسؤولين او لا ما عندناش مسؤولين؟ الا كانت بلاد فيها فوضى نعرفوا بلاد فيها فوضى. حنا حنا اش درنا اليوم؟ حنا تنطالبوا حقنا. ما تعطينيش قرعه الزيت ما تعطيهاش ليا. هذو ولينا وجاو تسعبطونا
يلا ادي لك رزقك وسميتو. حنا ما طالبينش شي حاجه اللي هي مستحيله، طالبين حقنا. هاك اخويا هضر شويه. خويا لوسه معكم الله يحفظك. حنا الساكنه ديال الجهه ديال صخيره تماره المنزه شارع محمد السادس. حنا كناش جلاله الملك، ما هاد القراطع ما عندنا ما نديرو بهم، هذا الكاتشوف كل ما دخلناش كان غتوقع عليكم، كنتو غادي كل غتفرشكو كل ما دخلناش. كما كانش هاد الناس اللي ناقلين هاد الشيء غادي ناكلوا العصاب، ورحنا دفعنا وطيحونا، راه بدا طيحوا العيالات، ما احترموش العيالات. دابا ما نهضرش على نهضروا على هاد الشيء اللي داروا هاد القوات من الوالي ديال غدا. بينا باش يخرج لنا الوالي، حنا ما جايش غادي نسمعوا الوالي شنو غيهضر معانا. ما خرجناش حنا، كان الناس الجلاله الملك ما هادو ما كناش، حنا ما جيناش للعمل، حنا بغينا صوتنا توصل ان شاء الله بجهد الله الواحد القهار. الله يعاونك الله يحفظك. شكرا بزاف. السلام عليكم. اللي وقع لينا هما ركبوا لينا وصيفطونا نكريو وما عندناش باش نكريو، وانا في عمري 74 عام والراجل 83 عام، ومن طفوله وحنا نجمعوا، وفي الاخر هدموا لينا وصيفطونا، قال كريو ولا قعدوا ولا سيروا طلبوا. احنا ما نضيعوش في ايامات محمد السادس، الله ينصره الله يخليه لينا ويرد باله لينا ويتوقع على هاد الشيء اللي داروا لينا. راه حنا جينا نشكي وراه مسوقطونا، راه العسكر سوقطنا، راه تيدفعونا. حنا راه ماشي معقول، راه حنا مغاربه علاش؟ واش مولا 70 و83 واش يتسوط؟ واش يقعد في الخلا؟ واش يهدموا ليه؟ واش ما يسولوش عليه فين مشى؟ وما صاب بنادم باش يكري، وراه حرام في الدين. وجلالة الملك ورد بالك لينا واسمع اش تيديروا لينا، والله يزيد بك القدام. وعاش الملك. سي انت على المباشر عاود لينا اللي وقع لكم اختي، واش من انتم اش من بلاصه، واش هو المشكل ديالكم على الوقت؟ خويا احنا من الساكنه دوار ولاد مبارك المنزه، قياده المنزه. كنا ساكنين جالسين مع النبي ما بينا، خدامين مرتاحين في دويراتنا. واحد النهار تجاو ما عرف شنو كاين، حسب الاحصاء داروا الاحصاء داروا الاحصاء داروا دار الاحصاء داروا المسائل القانونيه كثبت يقولوا هما. من بعد الكبير بواحد اليومين قال لك ريبو، ما لقاو حتى شي واحد. من بعد يومين عباد الله كيف يعقل؟ فين غنمشي انا بعد يومين؟ فين غنمشي؟ انا فقدت العمل ديالي بسبب هاد الشيء هذا، بسبب هاد الشيء هذا فقدت العمل ديالي وفقدت البيت ديالي. انتوما دابا درتوا وقفه امام الولايه، تم المال ديالكم ثلاثه ديال الوقفات كانوا امام العماله، السلطه ما عندها ما تقول امام العماله. من بعد دابا انتوما كيما شفتوا جينا للولايه، جينا للولايه، ها انتم شفتوا شنو وقع في الولايه؟ جاو كيضربونا. حنا تقريبا كل ما تدخلناش كانت غتوقع اكثر، لكن ناخذوا التصريحات من عندكم. كنشكركم. كل ما تدخلناش انت دابا على المباشر بجريمه ميديا لايف، كاينين بعض العناصر ديال الامن الوطني، التدخل ديالهم الكلام الساقط، كلام قال لك ما ديرش معاهم التصريحات. حنا اختي جينا ناخذوا الصوت ديالكم، حنا تكلمي اختي. الله يجازيكم بخير، وشكرا على هذا التفاعل ديالكم، وشكرا على التعاون ديالكم. هانتوما شفتوا رجال السلطه شنو داروا لنا، هانتوما شفتوا البوليس شنو داروا لنا، على حقنا، ما عدلوش الحق، ما عدلوش الحق، راه السكن حق من حق المواطن عباد الله. ولكن كيفاش الدوله تجي تريب لي انا داري؟ كيفاش الدوله تجي تريب لي داري؟ من يجي يهضر على حقي قال لك غنعتقلكم، علاش غتعتقلوني؟ علاش غتعتقلوني؟ دايره شي جريمه؟ من حقي يجي يهضر على حقي؟ من حقي السكن؟ ما من حقكمش تريبوا لي، ما من حقكمش تريبوا لي. كنطالبوا بإعادة الهيكلة في المكان ديالنا فين كنا ساكنين. إعادة الهيكلة خرجت في 2018 وقبروها، قبروها بتواطؤ مع السلطة، جهات معينة مع 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 مع, مع, جهات مع, مع السلطة. بغينا السكن، بغينا نسكنوا من حقنا، هضروا معنا، يكون حوار بيناتنا، راه حنا مواطنين. القائد والمسؤولين ديال جماعة المنزه تيتواصلوا معكم؟ ما عند القائد ولا الباشا ولا رئيس الدائره ما عندهم يقول، ولا العامل ما عندهم يقول، اصلا العامل ما كاينش في عماله. الملف ديالنا عند الولايه، عند السيد يعقوبي مع وزاره الداخليه، هما اللي عندهم الحل في هذا الملف هذا، هما اللي خصهم يشوفوا لنا الحل.
ما يجي من حقهم يريبوا لنا. ما عندهمش برنامج، ما عندكمش برنامج، ما عندكمش برنامج. ما منين يمشيو؟ ما كانش عندكم برنامج. فين غيمشيو هاد الناس؟ فين غيمشيو؟ فين غادي نمشيو هاد الناس؟ ما فكرتيش عندك امك، عندك اختك، عندك ولادك، ولادك مستورين كتقريهم في مدارس كبيره، وحنايا ولادنا يتشردوا. ماشي حشومه، ماشي عيب، عيب. واش هادي دوله ولا شنو هي الدوله ولا غابه؟ قال لك غنعتقلك. اعتقلني اخويا، راني معتقله. انا اصلا راني معتقله، وانا راني معتقله، راني جالسه بلا خدمه، جالسه بلا سكن. وشكرا. كما تلاحظوا متبعي جريده ميديا لايف، هادو الساكنات من دوار ولاد بوارك جماعه المنزه اللي كانت وقفه احتجاجيه امام ولايه الرباط وتم المنع من طرف القوه العموميه. كنت معنا متبعي جريده ميديا لايف من مدينه الرباط، وصباحكم مبروك.